ولا اهو احنا كسبانين يا جماعه. وبقول لحضراتكم التحكيم في مشاكل كبيره، ويا ريت لو كره حسام حسن موجوده هنا، لو كره حسام حسن موجوده نعيدها اللي هي في الشوط الثاني لما نزل حسام وخد كوع في رقبته تمام، وضربه جزاء ما اتحسبتش، لو موجوده يا ريت نجيبها يعني. غير اخطاء تانية كتير بقى اكتر من خطا يعني من الحكم محمد الصباحي، لكن هنعمل ايه؟ هنعمل ايه؟ بنلاقي رئيس لجنه الحكام بيطلع يدافع عنه، فالحكام بيعملوا ايه؟ ما بيتعلموش من اخطاء، فالناتج بيبقى ايه؟ يعني الجون ده من فاول غير صحيح، لو معانا اللقطه برضو يا ريت نجيب من فاول غير صحيح، كوره احتكاك كتف في الكتف عادي، الكابتن محمد صباحي حسب الفاول جيب منه الهدف ماشي. اخطاء بقى تانية كتير في مجريات المباراه، بضربه جزاء اخرى في فتره في الشوط الثاني، بعدد كبير من الاخطاء من الحكم، واحنا اتعودنا على الكلام ده، بس احنا زهقنا يا جماعه، عايزين تصحيح وتطوير للحكام. هيحصل ازاي؟ لازم تغير اللجنه. بجيب لك من الاخر، لا هي بتاعت حسام حسن معايا، شكرا جدا يا جماعه. اهو بص حضراتكم، طب انا نفسي افهم، اسال سؤال، هي دي ازاي؟ وامبارح الكابتن احمد الشناوي استغربت قوي ان هو قال مش ضربه جزاء، مش عارف ليه ومش عارف ازاي يعني احد الخبراء يعني، لكن في المقابل مثلا كابتن جهاد جريشه قال لك ضربه جزاء، يعني اختلفت الاراء، بس هي واضحه يا، حتى الفار يناديله ويبص عليها، طيب كلف نفسك بص عليها، هتخسر ايه؟ اهو برضو خطا من ضمن الاخطاء كان ممكن يخلينا نتعادل بدري شويه ونكسب، احنا الحمد لله اكسبنا، بس كان ممكن السيناريو بتاع امبارح يكسبنا بيه ده ما يحصلش تمام. فالكره واضحه قوي، ضربه جزاء يعني مش محتاجه خالص.